هذه حياتي. وفي موسمها التاسع اختارت العودة من معسكر وبالضبط من سيج لتسترجع معكم محطات لواحد من أهم سفراء الغناء الجزائري في العالم. إنه نجم الراي روك رشيد طه. سيفتوم شكانتويت زاد عندي رشيد طه رشيد. هذا قال يقول يا لبن. هذا اللي يكون يقرأ فيه. يقرأ شحال قرأ وشقرأ. وين عرفته مليح كيف تشته شبه ثوري فاش حتى نعرف بلي راه يغني وخلاص دخل عالم العناء. ما يحبش الحقره نقول لك لا في ريتي ما يحبش الحقره. هالول هالي مرض عنده ذراعه شحته اليمين ايوه ودار له البلاسيون 4 ايام وهو في الكوما في باريس. ايديه كي قاعده تنقص وتشوف لها فيها تقولي ماشي غتشوفي انا ما عندي والو. نهارات الاخرين كان يعيط لك الحاج يلغى الله لا يلغى كم يحب الشلغة كم يحب الشلغة. هذه حياتي مع توفيق فضيل سهرة الجمعة 9:15 على شروق تي في.